دكتور مدبولي والله العظيم انا بحييك، كلام احطه على صدري، لكن برضو انا بكره كلمة لكن اساسا. هاو؟ كيف؟ بالله عليك ازاي؟ وهو اتكلم عن تصحيح المفاهيم الخاطئة، الفكر المتطرف، واتكلم عن المواطنة، واتكلم عن الريادة، كل ده بالمناسبة هو نفس الدايرة. بالمناسبة احنا كان عندنا حاجة اسمها اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والتطرف، بخ، اتعملت من كام سنة اعتقد، من مش فاكر ايام الرئيس عادل منصور او ايام الرئيس السيسي، يمكن في بداية الرئيس السيسي، وقالوا كلام حلو قوي. فانا خايف ان يكون مصير الكلام ده زي اللجنة اللي عملناه. لكن انا هسأل، هل اتاك حديث الخطاب الديني الذي يلقنه الازهر والمعاهد الازهرية للنشأ ان المسيح المصري كافر؟ هل اتاك حديث ان هناك حتى الان كتب تدرس للتلميذ عن تكفير المجتمع وتكفير المسلم الذي لا يتوضأ على طريقة معينة؟ فكر التكفير ضد فكر التفكير، الله يرحمه يوسف ادريس، فكر التكفير هو اللي مغروس في مناهج التربية والتعليم ومناهج الازهر من زمان. هل حضرتك يعني عندك الآلية والجرأة والشجاعة والوسيلة ان انت تقتحم التربية والتعليم والمؤسسات الازهر وكتب الازهر عشان تجتث هذا الفكر المتطرف وتقر حق المواطنة؟ هل حاجة عندك جرأة تقول ان احنا دولة مدنية علمانية؟ هل حاجة عندك هذه الجرأة زي ما بيقولوا الدستور، وان الدين لله والوطن للجميع، وان المواطن ياخد حقوق